السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واتبع سنته وعمل بشريعته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهذا الحب في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بفضل الله تعالى وكرمه وصلنا إلى اللقاء الرابع من التعليق على شرح متن الأجرومية في النحو، وتكلمنا في اللقاء الثالث عن المبتدأ والخبر ونواسخ المبتدأ والخبر، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، وتكلمنا عن معنى كل وعمله. اليوم الآن إن شاء الله تعالى نتكلم عن التوابع والمنصوبات. ماذا؟ التوابع والمنصوبات. نعم، ما معنى التابع؟ ما معنى التابع؟ ما معنى التابع؟ ماذا؟ أيوة، التابع هو الذي يتبع ما قبله في إعرابه، هو الذي يتبع ما قبله في إعرابه. كم التوابع في اللغة العربية؟ خمسة. كم؟ خمسة. خمسة. ما هي التوابع؟ ما هي؟ ماذا؟ هذا الدرس أنا أعتبره أهم درس. أيوة. باب التوابع، لأنه يتكرر كثيرا جدا. قلنا التابع هو الذي يتبع ما قبله في إعرابه، أو يشارك ما قبله في إعرابه. والتوابع خمسة: النعت، التوكيد، العطف، البدل. كم؟ قلنا ماذا؟ النعت، التوكيد، عطف النسب، عطف البيان، البدل. نعم، هناك فرق بين عطف النسب وعطف البيان. عطف النسب الذي يكون بالحروف مثل الواو والفاء والثم، أما عطف البيان فسيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. إذن هذا باب النعت. ماذا؟ باب النعت. النعت في اللغة معناه الوصف. النعت في اللغة معناه الوصف، أو ما نقول عنه الصفة. ما نقول عنه الصفة. وفي إصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. التابع ماذا؟ المشتق أو المؤول بالمشتق.
الموضوع لمتبوعه أو الموضع لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. النعت هو التابع المشتق، التابع المشتق أو المؤول، لا لازم يعرفوا المؤول بالمشتق هذا مهم، أو المؤول بالمشتق الموضح. نفس الطلب أنا هشرح لمتبوعه المعرفة والمخصص للنكرة. انظر معي إلى التعريف. أول كلمة ماذا؟ النعت هو التابع، هو ماذا؟ هو التابع. إذن سيتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. المشتق، ما معنى المشتق؟ ما معنى المشتق؟ ماذا؟ المشتق عكس الجامد، الاسم إما جامد وإما مشتق. المشتق ما له فعل ومصدر، ما له فعل ومصدر. أما الجامد هو ما وضع من أول الأمر على الإسمية. يعني مثلا كلمة جبل، ماذا؟ جبل، هل لها فعل؟ لا. هل لها مصدر؟ إذن هي اسم جامد. لكن إذا قلت حامد، ما فعله؟ حمد. ما مصدره؟ حمد. نعم، إذن هذا مشتق، يعني مأخوذ من غيره، مأخوذ من المصدر الحمد. ضارب فعله ماذا؟ ضرب. مصدره ماذا؟ ضرب. ضرب، إذن هو مشتق. مكتوب فعله ماذا؟ كتب. مصدره كتابة، إذن هو مشتق. نعم. فرس أين فعله؟ لا يوجد، ما فيه. أين مصدره؟ ما فيه، إذن هو جامد. إذن الصفة أو النعت يجب أن تكون مشتقة أو ما في معنى المشتق. مشتقة يعني مأخوذة من غيرها، مثل جميل، مثل طويل، مثل كاتب، مثل ضارب، مثل مضروب، مثل كريم، مثل بخيل، وهكذا. طالما أن الفعل له مصدر، طالما أن الاسم له مصدر وله فعل، إذن هو ماذا؟ مشتق. إذن الأصل في النعت أن يكون مشتقا، أن يكون ماذا؟ هل يصلح أن أقول جاء محمد الجبل؟ لا، لكن أقول جاء محمد الجميل، الكريم، العظيم، الفاهم، الكاتب، القارئ، المسرور، وهكذا. يجب أن يكون النعت مشتقا، لا يكون جامدا إلا إذا كان بمعنى المشتق. وسنوضح المؤول بالمشتق. حينما أقول جاء محمد
المصري جاء محمد المصري. ما إعراب محمد؟ فاعل. ما إعراب المصري؟ نعت. طيب المصري جامد أم مشتق؟ جامد، لأنه نسب إلى مصر، ومصر اسم جامد. إيه كان؟ طيب لماذا صح أن يكون وصفا المصري؟ أيوة، لأنه جامد لكن معناه مشتق. حينما أقول جاء محمد المصري كأني أقول جاء محمد المنتسب إلى مصر. المنتسب هذا اسم فاعل مشتق، فعله انتسب. واضح؟ كلين سدفها؟ طيب حينما أقول الموضح لمتبوعه، المعرفة. إذن إذا كان الموصوف معرفة، النعت يوضحه أكثر. إذا كان نكرة يخصصه. إذا كان نكرة ماذا؟ يخصصه. يعني مثلا إذا قلت جاء محمد الكريم، جاء رجل كريم، ما الفرق بينهما؟ محمد معرفة، أنت تعرف أنا محمد، فإذا قلت لك محمد كريم زاد ذلك الإيضاح والتعريف، لأنك تعرفني، فالآن أنت عرفت صفة أخرى أنني كريم، فأنت تعرف الموصوف وتعرف الصفة. لكن إذا قلت جاء رجل كريم، هل تعرف من هو؟ لا، إنه نكر. أي رجل، لكن خصصته. إذا كان الرجال يوصفون بالكرم والبخل فقد وضعناه في قائمة الكرام، تخصيص فقط. لكن أنا ما زلت لا أعرف من هو، أي رجل، لكنه من الرجال الكرماء. فإذا كان في هذه البلدة مثلا 1000 رجل كريم فهو منهم. واضح؟ مرة ثانية، تعرفون فضيلة الشيخ أحمد؟ تعرفون؟ طيب أنا أقول لكم جاء الشيخ أحمد المصري أو المبعوث. تعرفون الشيخ أحمد؟ نعم نعرفه. إذن المصري هذه زيادة في الإضافة، المبعوث زيادة في الإضافة، الكريم زيادة. لكن إذا قلت جاء إلى إندونيسيا رجل مصري، هل عرفت من هو؟ لا، لكن خصصته بأنه مصري، ليس عراقي وليس سعودي وليس أمريكي مثلا. هذا واضح؟ طيب إذن النعت مع المعرفة يفيد الإضافة، زيادة في المعرفة، لكن مع النكرة يفيد التخصيص. يفيد ماذا؟ التخصيص. نعم. على عجالة أيضا هناك نعت حقيقي ونعم سبب. أي نعم؟ عدنان فيها المفاتيح، فيها مفاتيح الورق. هناك نعت حقيقي ونعت سببي، ما الفرق بينهما؟ جاء محمد الكريم، وجاء محمد الكريم
أبوه. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ ما النعت الحقيقي؟ والسبب؟ نعم. كيف نعرف؟ الموصوف مع النعت الحقيقي مقدما، ومع النعت السببي مؤخرا. نعم. جاء محمد الكريم، الكريم نعت حقيقي لأنه لمحمد. جاء محمد الكريم أبوه، هذا نعت سببي لأن الكريم ليس محمد وإنما أبوه. نعم. أقول جاء محمد الكريمة أمه، يجوز؟ يجوز، هذا نعت سببي. نعم. وهكذا لا نطيل في هذا، يكفي فقط أن تعرف الفرق بين، لأن قد يأتي لك النعت السببي كثيرا وأنت لا تعرف هل هذا نعت أم لا، فأنت لا تستطيع أن تحدد النعت السببي. النعت السببي واضح، يطابق ما قبله في الإفراد وما بعده في التذكير والتأنيث والمثنى والجمع، والمثنى والجمع. جاء محمد الكريم أبوه، جاء محمد الكريمة أمه، هذا الإفراد والتأنيث. طيب، جاء محمد الكريم أبواه، طابق ما قبله في الإفراد فقط، واضح؟ طيب نمر. في حاجات كده اللي هم يعملوا الكريم طيب لا، طب حضرتك تكلمت عن النكرة، هل لها فائدة؟ يعني هل لها غرض؟ ليه بنستخدمها؟ طيب الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، إلى نكرة ومعرفة. والأصل في الأسماء النكرة، الأصل في الأسماء النكرة. لماذا؟ لأن الإنسان يجهل أكثر مما يعلم. الله. الإنسان يجهل أكثر مما يعلم، والإنسان يتعلم بالاجتهاد وطلب العلم والقراءة والأسئلة ومخالطة العلماء، هذا هو معنى العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم وإنما الحلم. ما معنى هذا الكلام؟ أن الإنسان لا يولد عالما بل يولد جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، نعم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه أدوات العلم، هذه وسائل العلم. الإنسان يولد طفل لا يعلم شيئا، لا يعلم يمينه من شماله، ولا يعلم ما يضره وما ينفعه، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه وسائل الإدراك، وسائل المعرفة، وسائل العلم، السماع، البصر، والعقل، والقلب، والفهم، وغير ذلك كي يتعلم. فالعلم بالتعلم يعني الإنسان يصير عالما بطلب العلم بالاجتهاد. نعم. إذن الأصل في الأسماء النكرة، الأصل في الأسماء ماذا؟ النكرة. النكرة، النكرة قال العلماء هي ما شاع في جنس. ما معنى شاع في جنس؟ يعني كثرة، كلمة واحدة ولكن تصبح أن تطلق على ملايين من الجنس البشري، ملايين من النبات، ملايين من الحيوان. إذا قلت رجل، رجل، هل كلمة رجل مخصوصة لواحد معين في الكون؟ إنما تطلق على ماذا؟ على كل الرجال، ليس البشر، على كل
الرجال لك لك أنا رجل، هو رجل، أنت رجل، أنت رجل، أنت رجل، كل رجل في العالم كلمة رجل تصلح له. هذا معنى النكرة. النكرة لفظ واحد ويطلق على كل أفراد الجنس، على كل أفراد الجنس. إذا قلت قلم، هل هذا له قلم واحد؟ كل قلم في العالم يصلح له كلمة ماذا؟ قلم. قل امرأة، برضوان، امرأة تصلح لكل امرأة على وجه الأرض. هذا معنى النكرة. نعم. والمعرفة في اللغة ستة أنواع فقط. كل الكلام نكرة، والمعرفة ستة أنواع فقط، فقط لا تخرج عنها. إكوتي ستلا سايا. نعم. المعارف، المعارف ستة. المعارف ستة. الضمير، الضمير. العلم، اسم الإشارة، اسم الإشارة. الاسم الموصول، الاسم الموصول. ذو الأداة، كرسكن سوارة. ارفع صوتك. الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، ذو الأداة، ذو الأداة. المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة. نعم. احفظ هذه الستة جيدا، احفظ هذه الستة. ما معنى ذو الأداء؟ سأشرح، هذه تحتاج إلى محاضرة، لكن أعطي لكل واحدة مثالا. المعارف ستة، المعارف ستة.